السلام عليكم. شو بالديزات كالعاده معكم. رانا ولينا باغي نتكلموا على البريمير ليغ، على الشامبيونات الانجليز، وين شنا كيفاش اليوم واتفورد كيفاش انهزم امام تشيلسي. تشيلسي اللي ضرب بكل قوه، نقولوا بلي خاصه في الشوط الثاني شنا 3 اهداف في الشوط الثاني مقابل الشوط الاول كان نقولوا كان متكافئ، وشنا تشيلسي ضيع بعض الاهداف في الشوط الاول من شنا التغييرات اللي دارهم المدرب في الشوط الثاني كانت عندها نقولوا نتيجه كبيره، وهي 3 اهداف في الشوط الثاني. وين شنا روبن لوفيت اللي سجل الهدف في الدقيقه 48، دافيد لويس اللي سجل في الدقيقه 51، وين شنا الهدفين اللي عرفوا كيفاش يخادعوا بها نقولوا واتفورد الدفاع في الخط وسط الميدان. وين شنا الاستحواذ لتشيلسي 59% 41% بالنسبه لواتفورد، التمريرات 495 350 لواتفورد. يعني المقابله شناها الشوط الثاني مشات في اتجاه واحد، وهي مشات نقولوا مشات لتشيلسي خاصه امام الملعب، امام الجمهور تاعها، امام الملعب تاعها. ماركوس الونسو اللي فانيك ضيع اهداف، شنا صح دافيد لويس اللي سجل الهدف الثاني وضيع فانيك في الشوط الاول ضيع 2 اهداف، شنا هازار اللي قدم مقابله كبيره، شنا بيدرو فانيك اللي قدم مقابله كبيره وكان عنده الفضل رغم انه ما سجلش، بصح عرف كيفاش يصنع ثغرات في الدفاع تاع واتفورد. وهذا وشلنا التغييرات تاع المدرب ساري، مدرب ساري اللي عرف يقرا المقابله الشوط الثاني وقدم فيها عطى نصائح للاعبين. وشلنا كيفاش كانت النتيجه في الشوط الثاني امام مدرب رغم ان خافيير غيريس اللي عطى دار التغييرات تاعو، وشلنا كيفاش دار التغييرات لكن بدون جدوى. وفانيك نعطوا التحيه فانيك للحارس بيان فوستار اللي فانيك كان له الفضل بالشوط الاول وين انقذ المرمى تاع واتفورد من اهداف كانت محققه. وشلنا كيفاش ضيعوا فانيك اهداف جيرارد دي لورفو فانيك اللي ضيع فانيك ويل هيويز فانيك اللي ضيع فانيك اهداف. شلنا اندريان ماريبا اللي ضيع فانيك اهداف، يعني ضيعوا فرانسيسكو اللي ضيع فانيك هدف محقق في الشوط الاول في الدقيقه 33. يعني شنا كيفاش اهداف كانت ضائعه، وشنا كيفاش نقولوا بلي خابير المدرب تاع واتفورد عمل كل ما عليه لكن بدون جدوى امام فريق كان قوي، فريق تشيلسي اللي راه يعود خاصه باللاعبين هازار وكلش. كانت مقاضية البطولة الإنجليزية لا تعترف بالكبير ولا الصغير، تعترف بال90 دقيقة وبالمستطيل الأخضر. صحيتو.